لنقاش هذا الملف. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ مصطفى، يتركز الحديث من قبل الناشطين والكثير من المراقبين على الفراغ الدستوري، ويراهنون على هذا الخلاف القائم بين الكتل السياسية الآن في إسقاط النظام. ما مدى صحة ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. يعني من الواضح أن من يقول هذا الادعاء، مسألة الفراغ الدستوري، لا يريد أن يفهم أن المتظاهرين يرفضون كل الآليات التي يعني تعمل في نظام المنطقة الخضراء ونظام العملية السياسية الاحتلالية. المتظاهرون يرفضون بالكامل كل الإجراءات وكل يعني الآليات المعمول بها في هذا النظام، وهم بالتالي يرفضون دستور المنطقة الخضراء ويرفضون الانصياع يعني ما تقرره هذه الكتل السياسية التي عبثت بالعراق وقتلت أهله وسرقت أمواله طيلة السنوات الماضية. نعم، بالحديث عن هذه الكتل، تساءل اليوم برهم صالح عن الكتلة الأكبر في البرلمان. كيف يمكن قراءة هذا الموقف بعد انتهاء المهلة الممنوحة له لتعيين رئيس وزراء جديد بدلا عن عادل عبد المهدي؟ الرسالة التي وجهها رئيس نظام المنطقة الخضراء برهم صالح إلى رئيس البرلمان هي رسالة خبيثة، يقصد منها يعني إدامة عملية المراوغة واللعب على مطالب المتظاهرين ومحاولة إيجاد بديل لهذه الأسماء التي تطرح ويعني يرفضها الشارع. لكن يعني من المؤكد أن مطالب الشارع العراقي المنتفض واضحة في رفضها لكل هؤلاء الذين ترشحهم الكتل السياسية. نعم. وآخر الأسماء التي رشحت هو قصي السهيل، الذي كان واحد من أهم رموز الفتنة الطائفية في العراق عام 2006 بعد تفجير سامراء تحديدا، عندما كان يعمل مع مقتدى الصدر وانتقل لاحقا للعمل بمعية الإرهابي نوري المالكي ثم الإرهابي هادي العامري. وبالتالي هذه الأسماء جميعها مرفوضة من قبل العراقيين، ورسالة برهم صالح لا تعني الشعب العراقي على الإطلاق. هذه محاولات بائسة وخائبة في الحقيقة، يجري فيها إطالة الوقت ومحاولة يعني للعب على الوقت، لأن هؤلاء لا يملكون، أقصد نظام المنطقة الخضراء، نعم، وجهته لا يملكون سوى الوقت للعب بالحديث على بالحديث عن عما تملكه السلطة اليوم في العراق. إلى أي مدى تعكس كل هذه المواقف في الأيام الأخيرة، تعكس عجز الحكومة عن الوصول إلى حل وترويج الاستقرار الذي كانت تدعي إنجازه في السنوات الماضية؟ منذ الساعات الأولى لانتفاضة الشعب العراقي وثورته المباركة في الأول من تشرين الأول المنصرم، كانت كل خطوات عصابة المنطقة الخضراء تسير نحو المجهول ونحو الانتحار السياسي بالحقيقة، لأن كل الإجراءات التي اتخذت لم تكن لتقنع هؤلاء الثائرين. نتيجة معرفتهم المسبقة بهذه العصابة وتسويفها ولعبها على مطالب الجماهير، وبالتالي هذه الخطوات كلها يعني لا تعني المتظاهرين. أنا أؤكد على أن المتظاهرين يعني يرفضون كل الإجراءات التي تتقدم بها هذه السلطات، لأنها سلطات معروفة بكذبها وخداعها، وبالتالي هم غير معنيون على الإطلاق. هم يطالبون بإسقاط النظام، وهذه مسألة يجب أن تكون واضحة للجميع، إسقاط نظام المنطقة الخضراء بكل تسمياته، بكل تفاصيله، بكل دستوره وشخوصه. نعم. اليوم الآن آخر المعلومات التي وصلت لدينا أن موضوع قصي السهيل وموضوع مصطفى الكاظمي وأسعد الأيداني وطبعا محمد الشياع السوداني قد أصبح إلى الخلف، وأن هناك الآن حصانا جديدا دخل إلى الساحة
وهو وزير الاتصالات في عهد المالكي والذي استقال نتيجة خلاف مع المالكي محمد توفيق علاوي الذي وصل إلى العراق مساء اليوم لبحث شروط ترشيحه. ولكن كل هذه إجراءات يعني من الواضح أن الشارع العراقي وضع خطا أحمر على جميع هذه الأسماء وجميع هذه التحركات. أستاذ مصطفى، إلى أي مدى يعتبر تأكيد عادل عبد المهدي على استمراره على رأس حكومة تصريف الأعمال تحدي للشارع العراقي الذي يرفضه ويرفض كل العملية السياسية الحالية ويطالب بإسقاط النظام؟ أولا، استقالة عادل عبد المهدي السفاح الذي سفك دماء المتظاهرين لم تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين. هو قالها بكل وضوح، قالها بلسانه وقالها كتابة في خطاب استقالته أنه يستقيل أو يقدم استقالته استجابة لنداء مرجعيته في النجف. وبالتالي هو ابتداء يرفض مطالب المتظاهرين ويستهين بها، بل يستهتر بحقوق الشعب العراقي. ولذلك الآن عندما يتكلم عن بقائه حتى بعد المدة المنصوص عليها في الآليات الدستورية في نظام المنطقة الخضراء، يعني هو تأكيد لهذا المنهج المستهتر بتطلعات الشعب وبمطالبه واستهانة بدمائه. وحقيقة هو المسؤول الأول عن سفك هذه الدماء وعن يعني عدم تلبية هذه المطالب. لو كان يريد أن يحقق مطالب الشارع العراقي الثائر لقدم استقالته منذ الساعات الأولى لهذه الانتفاضة، ولكان على الأقل خرج بأقل الخسائر. هو على الأقل خرج بخسائر الخيانة فقط، ولم يخرج يعني ركله من قبل الثوار وتحميله مسؤولية هذه الدماء الطاهرة التي أريقت. ما هي الأدوات والسبل الناجعة التي يمكن للمتظاهرين السلميين اليوم امتلاكها للتعامل مع كل هذه المراوغات السياسية؟ الإصرار على مطالبهم، تصعيد عمليات العصيان المدني، تصعيد عمليات الاعتصامات الطلابية، قطع الشوارع وقطع الجسور، ويعني تفكيك قدرة السلطة بأجهزتها المختلفة على الحركة. هذه هي واعتماد السلمية بشكل تام. هذه هي الوسائل التي يمكن أن تعزز صمود الثوار وتحقق مطالبهم وتحقق أيضا قبولا أكثر وتعاطفا أكثر من قبل المجتمع الدولي الذي بات الآن يعني موقفه يتطور نسبيا ولو بشكل دون المطلوب بكثير، ولكن بات يتطور في تفهم مطالب هؤلاء المتظاهرين. واستمرار هذه الثورة السلمية بكل تفاصيلها سيؤدي إلى تعزيز الموقف الدولي بشكل أكبر. شكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنتم معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.